إياك يا بني أن تظن بأن أحكام الشريعة تتغير، بأن أحكام الله سبحانه وتعالى تتغير عبر الزمان والمكان. إياك، فدين الله سبحانه وتعالى كامل. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالتبرج حرام من بعثة من النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، والربا حرام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وهكذا كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في الحديث فهو حرام إلى يوم القيامة. فلا تتبع أهواء هؤلاء الذين يريدون يعني تخريب عقول المسلمين وبث الشبهات فيهم. فاهتم بدينك واهتم بصحبة صالحة تحضك على الخير وتعينك على الخير، الصحبة الصالحة والأخوة الصادقة. أكثر من يعني من الذكر وأكثر من تلاوة القرآن، واحرص على حفظ القرآن الكريم. اهتم بوالديك وكن بارا بوالديك وبإخوتك وبأخواتك. أسأل الله عز وجل أن ينفعك بما ذكرت، وأن يجعلك صالحا مصلحا ومحافظا على الصلاة، محافظا على دينك، داعيا إلى الله جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا ابني وأبناء المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنتاج المسلم الأمازيغي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.